مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات نحييكم. ما زلنا في الميدان، الانتخابات، انتخابات 2020، انتخابات مجلس النواب 19. الأصوات الشريفة تذهب إلى الشرفاء، والأصوات النظيفة تذهب إلى الناس الغانمين، تذهب إلى المرشحين المحترمين، تذهب إلى المرشحين الشرفاء. أما الأصوات الوسخة بعيد عنكم فإنها تذهب إلى الفاسدين، تذهب إلى الفاسدين، تذهب إلى الفاسدين. هناك أصوات وسخة ومتسخة تذهب إلى المتسخين والوسخين بعيد عنكم، آسف بالتعبير. الرخاص يذهب إلى الرخاص، الرخيص يمشي مع الرخيص، الرخيص سيحشر مع الرخيص، الأقوياء يذهبون مع الأقوياء، الشرفاء يذهبون للتصويت إلى الشرفاء. لكن هذه الأصوات القذرة تذهب تشترى بمال قذر، للأسف الشديد مال قذر، مال حرام، يأتي حراما ويذهب في الحرام، يشتر الأصوات في الحرام، هذا مال حرام جيء به من حرام، مصادر حرام، ولذلك يذهب إلى الحرام. هؤلاء الذين يشترون الأصوات هم جبناء، جبناء. هذه ليست ديمقراطية، ما هكذا تكون الديمقراطية. والله أن الشرفاء سيذهبون أفواجا أفواجا بإذن الله. من الآن بدأ الشرفاء ردة فعل كبيرة ضد هؤلاء الذين يشترون الأصوات، ردة فعل كبيرة ما شاء الله. نحن في الميدان، ذهبنا إلى المدارس، تحرك الشرفاء، تحركت الأصوات النظيفة، تحركت الأصوات الشريفة، تذهب الآن للتصويت للشرفاء، تذهب الآن للتصويت للذين سيمثلون الوطن خير تمثيل، للذين سيمثلون الشعب خير تمثيل. أما هؤلاء الذين يشترون أصوات الناس، إنهم من أسوأ الناس، هم أسوأ الناس الذين يشترون الأصوات. يعني للأسف الشديد سوق سوداء في مناطق القويسمة، مناطق أطراف سحاب، منطقة الرقيم المستندة، للأسف الشديد سوق سوداء، سوق سوداء لشراء الأصوات. ما هكذا تكون الديمقراطية، ما هكذا، ما هكذا، ما هكذا يكون ميدان الرجال. الرجال لا يشترون أصوات الجبناء، الرجال الشجعان لا يشتروا. والله العلي العظيم لو كان الصوت بخمس فلسات، بفلس واحد لن أشتريه، لن أشتريه. وأيضا هناك شرفاء أيضا لا يشتروا الأصوات، لكن هؤلاء هذا المال القذر، هؤلاء الفاسدون يشترون أصواتا فاسدة للأسف الشديد. الرخيص يذهب مع الرخيص، هذه أصوات قذرة، أصوات فاسدة، أصوات فاسدة وأصوات قذرة يتم شراءها علنا على قارعة الطريق، يتم شراءها علنا وعلى قارعة الطريق. ما هكذا تكون الديمقراطية، ولا هكذا تورد الإبل. في مشكلة مع المندوبة مع الهيئة، خليها مع السالفة وتشوف، ارجع يدور كلك سيرها ما شاء الله. يعني أنا اللي بدي أحكيه، اللي بدي أحكيه إنه شيء سيء، شيء سيء جدا شراء الأصوات، شيء سيء جدا هؤلاء الذين يشترون الأصوات. لكننا نطالب الشرفاء، نطالب الناس المحترمين، الناس الوطنيين، الناس اللي دائما ينعتون بأنهم الغالبية الصامتة، على الغالبية الصامتة أن تتحدث هذا المساء،
أن تدلي بأصواتها، أن تقول كلمتها، أن تقول كلمتها. لا يجب أن تسكت هذه الغالبية الصامتة، عليها أن تتوجه لصناديق الاقتراع. نطلب منكم أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها المحترمون، أيها الغانمون، أيها الوطنيون، أيها الشرفاء، التوجه إلى صناديق الاقتراع لتقولوا كلمتكم، لتنتخبوا من يمثلكم خير تمثيل تحت قبة البرلمان، من يكون مع الله ومع الحق ومع الشعب ومع قضايا الوطن ومع قضايا الأمة ومع العدالة ومع التنمية المستدامة، مع إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، مع الفقراء، مع المساكين، مع المتعطلين عن العمل، مع الموظفين لرفع رواتبهم، مع العسكر، مع الجنود، مع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع متقاعدي الضمان الاجتماعي، مع من لا يجدون عمل، مع الفئات الضعيفة، الفئات التي ليس لها أي راتب وليس لها أي معونة وليس لها أي تقاعد، مع التعليم للجميع، التعليم المجاني العالي، التعليم الجامعي للجميع، مع أيضا التأمين الصحي للجميع، مع الناس، مع الفئات اللي يجب أن تحترم ويجب أن تقدر بالمجتمع، مع أصحاب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع أيضا مع كل الناس المظلومين، مع العدل، مع المساواة. أشكركم جزيل الشكر، كل المتداخلين، كل الاحترام والتقدير لكم. أنخاكم أنتم الأهل في القويسمة، في أبو آلندا، في الرجيب، في أم الحيران العذية، في الخشافيات، في العبدلية، أيضا في الجويدة، في المقابلين، في النزهة، في القويسمة، في أم نوارة، في المنارة، في المعادي، في المقابلين، في خريبة السوق، في الطيبة، في جاوة، في الجويدة، في العلكومية، في أيضا مخيم الطالبية، في كل المناطق، في سحاب، الأهل في سحاب، الغانمين، كل المناطق المستندة، سكن كريم لعايش كريم في المستندة، سكن كريم لعايش كريم في أبو علندة، إسكان الكهرباء، كل هؤلاء الطيبين، كل هؤلاء الراعين، كل هؤلاء الوطنيين، كل هؤلاء الغيورين على حقوق المواطن، على حقوق الشعب، على قضايا الأمة، على قضايا الوطن، كل هؤلاء أنخاهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم في اليادودة، في كل الأماكن، في جاوة الشرقية، جاوة الغربية، في الجويدة، في كل مناطق الدائرة الرابعة. أنخاكم أهلي، ربعي، عزوتي، أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، لا توفروا صوتا شريفا، لأن هناك أصوات رخيصة، هناك أصوات سيئة، هناك أصوات متسخة تدخل الصناديق. فوزوا أصواتكم على هذه الأصوات، فوزوا أصواتكم على هذه الأصوات، فوزوا أصواتكم على هذه الأصوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع الله، ووالله وتالله أننا مع الله ومع الحق ومع قضايا أمتنا ومع قضايا شعبنا ومع العدل ومع المساواة في كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.